بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فرج لي حمزة. ورحبوا بالإخوة والأخوات الأبناء والبنات من السادة والسيدات الصحفيين والصحفيات. مرحبا بكم في هذا اللقاء الصحفي الذي ستطرح فيه حركة النهضة رؤيتها حول الواقع المحلي وما ينعكس عليه من تطورات خارجية وسبل التغلب على الصعوبات التي تلاقيها البلاد في اتجاه مواصلة مسارها الانتقالي الذي نأمل أن يتوج غير بعيد بإقرار دستور توافقي وبإجراء انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها الجميع ويقبل الجميع بنتائجها، وبذلك يتحقق لتونس فوز آخر بعد ثورتها السلمية المباركة وإجراء انتخابات 23 أكتوبر. يتوج هذا المسار بأنه أول مسار ناجح في البلاد العربية إن شاء الله. وأريد في البداية أن أترحم على شهداء الحرية والديمقراطية، شكري بالعيد ومحمد البراهمي وجنودنا البواسل ورجال أمننا الأطهار الذين راحوا ضحية المتربصين بثورتنا. نترحم على شهداء رابع العدوية والنهضة وكل الساحات المصرية وميادينها، فهم الجيل الثالث من الشهداء بعد جيل الاستقلال وجيل مقاومة الدكتاتورية. إن ثورات الربيع العربي تواجه اليوم حربا شرسة ومخططات شريرة لإجهاض الديمقراطية الناشئة عبر إثارة الانقسامات وتقسيم الشعوب. وهذا ما حدث في مصر، وهيأ المجال لحكم العسكر ليعود من جديد بقناع إعادة الديمقراطية. إن القوى التي ساندت السيسي هي اليوم شريكة في المجازر المتواصلة ضد شعب أعزل، سواء أرادت ذلك أم لم ترد داخل البلد وخارجه. بل إن بعض القوى التي تنتسب للديمقراطية احتفلت البارحة بالمجازر. أقول لإخواننا في مصر، دمكم سينتصر على العسكر، وسلميتكم ستنتصر على الرصاص وعلى المجازر، وستزهر من دمائكم، ستزهر الحرية والديمقراطية، ويزهر التقدم في بلادنا إن شاء الله. فلا تسقطوا في فخ العنف رد فعل على العنف الوحشي الذي تعرضتم له مهما كانت التضحيات والخسائر. وجهوا نداء لكل الضمائر الحرة في العالم لتقف مع الشعب المصري في مواجهة ديكتاتورية دموية داست على كل القيم والمثل والقوانين. وأقول للتونسيين والتونسيات أن الدرس المصري يجب أن يقوي وحدتنا وأن يقوي حرصنا على الوفاق لقطع الطريق أمام من يحلم برؤية سيسي آخر في تونس، والعياذ بالله. الدرس المصري يجب أن يشجعنا على معالجة خلافاتنا بالحوار والتنازلات لبعضنا بعض، وإن ما يوحدنا لا سيما وأن ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا. نحن والحمد لله نعيش في ظل حكم ائتلافي يتعايش فيه الإسلاميون والعلمانيون، والتأسيس أنهى تقريبا كتابة الدستور، والهيئة المستقلة للانتخابات لا ينقصها إلا عنصر واحد، فلا مبرر إذن للحديث عن أزمة. هناك أخطاء لا شك، ولكن أخطاءنا في الحكم لا تبرر التشكيك في جدية المسار ولا الدعوة لإلغاء المسار الانتقالي والعودة إلى نقطة الصفر. ثم تتأخر في كتابة الدستور وفي العدالة الانتقالية وتقصير في أداء الحكومة في بعض الجوانب في بعض الملفات،
تقصير في حسم ملف رجال الأعمال، نحن مدعونا إلى الإسراع في معالجة هذه الملفات، معالجة مشكل الأسعار، وإن كان تحقق في ذلك منجزات مهمة، وثمة انتقادات حادة لأداء القضاء وخاصة في تعاطيه مع ملف اقتحام السفارة الأمريكية. نحن نقر بأن هذه الحكومة الانتقالية ليست معصومة عن الأخطاء، ولكن الأخطاء لا تبرر الانقلاب. أخطاؤنا في الحكم لا تبرر تعليق الحوار والقطيعة بعد أن خضنا معا جولات حوار انتهت جميعها بتنازلات أغلبها من قبل النهضة، وكان ذلك من أجل المصلحة الوطنية وبسعي من الترويكا لإصلاح الأخطاء، لأننا مقتنعون بأن تونس لا تحكم إلا بالوفاق. لقد قلت أيها الإخوة والأخوات في اجتماع القصبة إننا مع الوحدة الوطنية ومع مصالحة تونس مع تاريخها، ونحن ملتزمون في حركة النهضة بخيار الوحدة الوطنية والمصلحة الوطنية دون أن يعني ذلك تخلينا أبدا عن أهداف الثورة. نحن ملتزمون بالوحدة والنفاق والوفاق، ولن نسمح لأحد بأن يقسم التونسيين، لن نسمح للانقلابيين بأن يفرضوا أجندتهم علينا. نحن خطواتنا في اتجاه الأزمة، في اتجاه حل الأزمة هي التالية. نعتقد أولا إن أولويات البلاد هي تأمين المسار الانتقالي والتسريع بإنهائه من خلال تنظيم انتخابات حرة نزيهة شفافة يشارك فيها أوسع قطاع من الناس، التصدي الحازم للإرهاب باعتباره تحديا كبيرا للبلاد، ونحن نشد على أيدي قواتنا المسلحة وقوات أمنا بما بدأ يتحقق من إنجازات مهمة على صعيد قطع دابر الإرهاب في بلادنا. العمل على إيجاد الحلول للوضع الاقتصادي وتحسين ظروف العيش للمواطنين، وتقودنا في مقاربتنا مجموعة من السياسات أهمها اعتبار الوحدة الوطنية هي الأساس لتجاوز كل الصعوبات، المحافظة على الدولة وحصر التنافس على السلطة ورفض كل الخيارات العدمية والانقلابية والفوضوية، التمسك بالقانون المنظم للسلطة العمومية كإطار لاستكمال المسار الانتقالي، التأكيد على أن الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات هو الأساس لتجاوز الأزمة، تثمين كل المساعي الهادفة لرعاية الحوار الوطني في إطار الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل السياسيين، البناء على ما تحقق في أشغال المجلس الوطني التأسيسي. مقومات مقاربتنا في تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهها البلاد: أولا الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية مرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد انتخابات 23 أكتوبر، ضبط رزنامة عمل واضحة يتم بمقتضاها استكمال تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من بداية استئناف أعمال المجلس، المصادق على الدستور والقانون الانتخابي قبل موفى شهر سبتمبر، استكمال المهام التأسيسية للمجلس قبل يوم 23 أكتوبر، وتحديد موعد للانتخابات قبل نهاية السنة الجارية. أما عن الحكومة، نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية دون استثناء من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي
في إطار القانون المنظم للسلطة تأخذ هذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية التي تتسع لكل القوى السياسية تأخذ على عتيق إنجاز المهام المذكورة أعلاه، كما تساعد على توفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة نزيهة. الآليات لضمان تشاركية أكثر وإزالة المخاوف نقترح اتخاذ كل الإجراءات التي تحقق حياد الإدارة محليا وجهويا ومركزيا، كل الإجراءات التي تحقق حياد الإدارة نحن مستعدون لها. تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة ذات صلاحيات متفق عليها تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وممثلين عن الجمعيات. تتولى هذه الهيئة التي تمثل القوى الرئيسية السياسية تتولى ضبط المسار الانتقالي بما يطمن الجميع على أن هذا المسار مسار جيد ومضمون وليس فيه أي صورة من صور الغش. التوافق على قانون انتخابي يضمن العدل وتوسيع المشاركة، توفير كل المستلزمات لإنجاح عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صياغة ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية لضمان تعايش سلمي ومنافسة انتخابية صحيحة، الاستعانة بمراقبين دوليين. نحن مستعدون أن نستقبل آلاف من المراقبين الدوليين ولا سيما من الأمم المتحدة لمراقبة العملية الانتخابية حتى يطمئن الجميع أن العملية تجري تحت الشمس وتحت نظر القوى المحلية والدولية. إن الحوار العقلاني والبناء الرزنامة بالتوافق السياسي والتهدئة الاجتماعية يمكن استكمال المهام التأسيسية للمجلس الوطني قبل 23 أكتوبر 2013 وتنظيم انتخابات قبل نهاية السنة الجارية. وتعبر حركة النهضة عن رفضها للدعوة لتشكيل حكومة منبثقة عن هيئة للإنقاذ باعتبار ما تمثله من خطر يؤدي بالبلاد إلى الفراغ الذي سينتهي إلى الفوضى وينهي التجربة الديمقراطية ويجهض الثورة. وترى أن الدعوة إلى تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية لا تستجيب للتحديات المطروحة على البلاد في هذه المرحلة للاعتبارات التالية: أولا، إرباك، هذا سيربك المسار بسبب تشكيل هذه الحكومة وما يحتاجه ذلك من وقت. هذه الحكومة التي ستتشكل تحتاج لعدة أشهر حتى تمسك بالملفات، فأي نفع في هذا؟ عدم قدرة هذا الصنف من الحكومات على إدارة أوضاع صعبة فيها الكثير من المخاطر المحدقة بالبلاد، ولذلك نحن مع حكومة سياسيين لأن كل وزير في حكومة سياسية يشعر أن وراءه حزبا يدعمه وبالتالي يمتلك القدر الكافي من الشجاعة ومن الجرأة ومن المخاطرة، بينما ليس ذلك مضمونا مع تكنوقراط. عدم قدرة هذا الصنف من الحكومات على إدارة أوضاع صعبة فيها الكثير من المخاطر. إن الحوار العقلاني والبناء والمتوازن يمكن أن يفضي إلى حلول تسرع بإنهاء هذه المرحلة المؤقتة، وإن استمرار الانسداد سيتيح الفرص إذا استمر الانسداد إلى البعض ليفكر في العودة إلى نقطة الصفر. نحن لسنا مع العودة إلى نقطة الصفر، هذه حلول عدمية. نحن مع استمرار المسار الانتقالي وتصحيحه وضمان وتقديم أو البحث مع شركائنا السياسيين والاجتماعيين البحث في كل الشروط التي تضمن لهذا المسار الانتقالي أن يصل إلى التتويج، أي إلى انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها الجميع. نحن منفتحون على كل الاقتراحات التي على طريق المواصلة في المسار وليس على طريق الإلغاء وامسح وعاود من جديد. إننا على ثقة كاملة في وعي شعبنا
ونضج نخبه الفكرية والسياسية في إنجاح مسار الثورة وتأمين الانتقال الديمقراطي لبلادنا بما يجعلها أهلا للريادة. إن الشمعة التونسية هي الشمعة الوحيدة المتبقية في الربيع العربي، وهذه أمانة لنا نحن جميعا التونسيين في أن نحافظ على هذه الشمعة وأن ندلل على أن العرب أهل للديمقراطية وتونس شاهد. السلام عليكم. والسلام عليكم.